وتم اختيار 12 طالب من الجامعة التكنولوجية اللي هم علي زهير اللي هو تيم ليدر، طبعا صاحب الفضل الكبير في تأسيس النادي، وعندنا كرار رسول اللي هو تيم كوليدر، وأيضا حسين أحمد اللي هو أيضا تيم كوليدر، وأني نجي الدين صباح، وأحمد هاتف، وفاطمة فيروز، ونور أحمد، ومسرة فيصل، ومنتظر عبد الله، وأميم إبراهيم، وبكر محمود، وروز رياض. خلال بدء مسابقة سوليوشن تشالنج قررنا نحن كفريق أن نتبع استراتيجية لإنجاح المشاريع الخاصة بنا. تم تكوين فرق، كل فرق متخصصة في إكمال عمل معين للمشاريع. المرحلة الأولى كانت مرحلة توزيع الأفراد والتعلم. من خلال العمل لشهرين متتاليين مع الفريق، تم فهم القدرات الذاتية التي يستطيع كل أحد أن يهبها للمشروع. لذلك تم توزيع الفريق إلى مجموعات متخصصة، وهي تتكون من 3 مجموعات. الأولى الريسورس تيم، وهو والثانية الديزاين تيم، والثالثة الديفلوبمنت تيم. ريسورس تيم هو نادي فريق متخصص في البحث عن المصادر المهمة للمشروع، يعتبر من العناصر المهمة للمشروع كونه نعتمد عليه في آلية البحث عن مصادر للفكرة وتحويلها إلى مشروع، ومن ثم إلى إنهاء المشروع بذاته. الفريق التيم الثاني تيم ديزاين تيم، مختص في تصميم الواجهات الخاصة بالتطبيقات واختيار النمط الخاص بالبرنامج. أحد من الأطراف المهمة كونه يحول الفكرة إلى شكل شبيه بالبرنامج بروتوتايب. التيم الثالث وهو الديفلوبمنت تيم، هو مختص في البناء البرمجي للمشروع، يتكون من قسمين هما مطوري الويب ومطوري الأندرويد. هي الريسورس والديزاين والديفلوبمنت كلهم يجتمعون، يمثلهم واحد، يجتمعون يختارون فكرة يقدرون عليها الفرق الثلاثة. بعدها يعمل بروسيسنج، نقيم الفكرة ونشوف شنو المشاكل اللي نقدر نحلها، شنو المعوقات اللي راح تصير لنا، من ثم تتحول إلى مشروع. جينز Simple Learning for Jeans for Students سيتضمن اللغة العربية والإنجليزية، وسيستهدف صنفين الذين التي هي الإنسان والحيوانات، وأيضا الأمراض التي تكون مشتركة بين هذين الصفين. سيتتضمن أولا الشعر، وأيضا لون الشعر، وأيضا شكله، وأيضا اليد من حيث الأعسر والأيمن، وأيضا صيغة الدم وفصائل الدم التي يتوارثها عبر الأجيال من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء وهكذا. البرنامج أيضا سيتضمن في نفس الوقت المعلومات البسيطة حول الأمراض والوراث والوراثة، وأيضا العديد من المتلازمات النادرة التي لم نسمعها إلى حد الآن، وليكون مفيد للفئتين المختصة في مجال البيولوجي، وأيضا الذين يستمتعون والذين يدرسون بهم في هذا البرنامج، وأيضا من حيث سيكون مفيد من حيث الأكاديمية التدريسية التي هي المدرسة. ماي سايز، تطبيق تحويل قياسات. المستهدفين هم السائحين وتجار الملابس. يعمل هذا التطبيق على منصة اندرويد، وتمت برمجته بلغة الجافا. كيف سيحل هذه المشكلة، وما هي مميزات تطبيق ماي سايز؟ المساعدة في عملية شراء الملابس في الدول الأخرى، تسهيل عملية قياسات الملابس وحسب مقاييس في دول العالم، وبذلك يمكنك معرفة القياسات المناسبة لك ولعملائك وشراء الملابس حسب القياسات التي تعرفها في بلدك. الله يعطيك العافية علي ومجموعتك. معناها لما تسمع أخبار على بعض النوادي الطلبة في أماكن كان فيها مشاكل أو أماكن مع الكورونا مع كل شيء، وكيف كانوا يشجعوا بعضهم البعض ويعملوا ندوات، نفكر أنه هذا العالم العربي وحيكون فيه مستقبل زاهر، لأنه فيه مازال فيه خير في البلد هذه في بلداننا،
رغم أنه كان مشاكل كما قلت من شهر أكتوبر حتى شهر جانيوري في العراق وكل هذا الأمر، لكن أنتم ما توقفتوا، قلتوا كيف نساعد الطلبة وكيف نساعد مجتمعنا. الله يعطيك العافية ونشكركم كثير على هذا الشيء، وهذا إن شاء الله يشجع الطلبة آخرين